اختصينا بالذخائر والحمد لله. ومن اول اللي احنا عملنا كانساني يعني بنحبه بشكل يعني بشكل كثير كثير كثير. فنحن بالنسبه لنا يعني عم نحمي كارثه تصير لانسان قطع ايده يتوفى لا سمح الله. فهذا العمل يعني كثير كثير نحن بنحبه لانه عم تمنع كارثه تصيب شخص مدني. نحن خدمتنا للمدنيين يعني شغلنا هو خدمه للمدنيين بكافه المجالات. قد ما تعبت لما بتمنع انت كارثه بتلاقي حالك لسه شباب وبتفرح انه منعت هالشيء تصير.